بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. أولا وقبل كل شيء، مبروك للناس اللي نجحوا في الامتحان ديال البكالوريا، والله يوفق التلاميذ اللي جاتهم استدراكية، وحد أوفر إن شاء الله بالنسبة للناس اللي ما نجحوش، اللي ما حالفهمش الحظ في هذه الدورة، دورة يوليوز 2020. إن شاء الله في العام المقبل تستدركوا الوقت اللي فاتكم وتجيبوا نقاط ممتازة إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلم على كيفية إيداع الشكايات لتصحيح الأخطاء المتعلقة بنتائج الامتحان الوطني دورة يوليوز 2020. الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا في هذا الفيديو غادي نتكلم على الشكايات لتصحيح الأخطاء المتعلقة بالامتحان الوطني، حيت من بعد الإعلان ديال النتائج مجموعة من التلاميذ كيتصدموا مثلا في شي نقط ديال شي مواد. إذا إلا كنتي كتشوف راسك تظلمتي في شي مادة ولا شي نقطة، يمكن لك تحط شكاية وغادي تعالج، بحيث يمكن لهم يشوفوا معاك فين كاين المشكل، واش كاين في التصحيح، ولا ممكن يكون مشكل مثلا استاذ في التصحيح حط لك مثلا 10، ولكن في التصدير ديال داك النتائج في الشبكات ممكن استاذ يحط لك 8 مثلا، تما فين ممكن يكون الخطأ. اذا في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على كيفية ايداع الشكايات بشكل صحيح وبدون أخطأ. إذا البلاغ صادر عن الوزارة هو هذا. إذا هو بلاغ إخباري صادر يومه الخميس 16 يوليوز 2020، اللي هو اليوم. الموضوع هو كيفية إيداع الشكايات لتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2020. اذا الموضوع ديال هذا البلاغ هو كيفاش دير واحد الشكايه باش يصححوا لك هذه الاخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات ولا في النتائج ديال الامتحان الوطني الموحد لنيل شهاده البكالوريا 2020. اذا هذا البلاغ غادي نقسموه على جوج. النص الاول هي وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربيه الوطنيه الى علم كافه المترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا دوره يوليوز 2020 انه تقرر وضع نظام معلوماتي خاص لايداع الشكايات المرتبطه بتصحيح الاخطاء الماديه التي قد تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يوليوز 2020. إذا هنايا الوزارة كتقول للمترشحين والمترشحات ديال امتحان البكالوريا ديال هاد الدورة هذه أنه دارت واحد النظام معلوماتي خاص باش تودعوا الشكايات ديالكم المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية اللي ممكن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بامتحان الوطني، والتي سيتم تدبيرها حصريا عبر هذه البوابة الإلكترونية، حيث لن تأخذ بعين الاعتبار الشكايات التي لا ترد عبر هذا النظام المعلوماتي. إذا في هذا النظام المعلوماتي خصكم تودعوا الشكايات ديالكم، وتما غادي يتم التدبير ديال هاد الشكايات. يعني ما غاديش يتم التدبير ديال الشكايات بشي حل اخر، فقط بهذا النظام المعلومات. اذا الجزء الثاني، ويمكن الولوج الى هذا النظام عبر فضاء المتمدرس بمنظومه مسار. اذا هذا هو السيت ديال فضاء المتمدرس، غتدخلوا ليه وتما غادي تلقاو هذا النظام المعلوماتي الخاص بإيداع الشكايات لتصحيح الأخطاء المادية. هذا بالنسبة للمترشح المتمدرسين، وعبر حساب المترشح بمنظومة ترشيحات بالنسبة للمترشحين الأحرار. إذن وهذا السيت هذا بالنسبة للمترشحين والمترشحات الأحرار، ادخلوا لهذا السيت وغادي تلقاو داك النظام المعلوماتي، غادي تودعوا الشكايات ديالكم باش يصححوا لكم داك الاخطاء الماديه اللي ممكن تكون في المعطيات ولا في النتائج ديال الامتحان الوطني لنيل شهاده البكالوريا دوره يوليوز 2020. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الاخير شكرا لكم على المتابعه، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، الله ييسر الامور. تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تشكركم على التفاعل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.